بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وجميع المستمعين بخير ورمضان مبارك على الجميع. نبدأ في أول يوم من رمضان اللي هو السبت، وإن شاء الله سيكون البث للفقرات الأربعة، والبث أو الفقرات هي فقرة البداية ما يقوله المستمعون، وهذه الفقرة هي البداية. أما الفقرة الثانية حوار إذاعي بين فريق سما وفريق آرت، والفقرة التي تليها مسابقة خمسة رمضان 120 سؤال، وهذه هي دائما خلفية الفيديو، دائما موجودة هذه الخلفية، ما توجد كتابة إلا هذه التي ستكون أمامنا، والباقي أصوات يعني تسمعون وأنتم المستمعون. والفقرة الأخيرة هي تقدمها مجلة قاق، وهي هاشتاغ قاق أندرسكور بالإنجليزي GAG. هذه الفقرة تتبع للمجلة التي ستصدر إن شاء الله في 15 من ذي القعدة من عام 1443، يعني هذا العام. سنبدأ ونحن هنا في الاستوديو ومعي فريق سما، أو المتحدث باسم فريق سما، أو المذيع، وأيضا معي مذيع فريق آرت، وسوف نقرأ معلومات طبعا موجودة على التويتر، والتويتر هو الكنترول يعني للتواصل مع الإذاعة عن طريق التويتر. الإذاعة
عن طريق التويتر في الأسئلة وفي الأجوبة وفي كذا شيء. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كتب في التويتر تحت هاشتاغ مسابقة أندرسكور تبث كل يوم 5 رمضان و10 رمضان و15 رمضان هنا بالتواريخ و25 رمضان وأيضا 5 شوال 10 شوال 15 شوال 20 شوال 25 شوال. شوال هو شهر العيد، عيد الفطر. فهذه 10 أسابيع، كل أسبوع هناك 24 سؤال، 120 سؤال لكل فريق. هناك فريقين إذاعيين، فريق سما وفريق ART على التويتر. في هذه التغريدة بعد على التويتر هاشتاغ مجلة أندرسكور جاج أندرسكور سما، وهاشتاغ أخرى هي مجلة أندرسكور جاج أندرسكور آرت. طبعا سما وآرت بالإنجليزي مكتوبة SMA وART. الآن سيشارك معنا في قراءة هذه التغريدات أو الثريد هذا أحد الفريقين ليقرأ لنا ما هو موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق الفائز 100,000 جنيه نقدا توزع بالتساوي على الحضور. عدد توزع بالتساوي على الحضور.
عدد الحضور هم عدد من من اشترك في المسابقة. قيمة الاشتراك نفس قيمة مجلة جاج 200 جنيه. في 15 من شهر القعدة ستكون المجلة متاحة للبيع. عدد النسخ المطلوبة المطبوعة 300 نسخة 200 نسخة. عدد النسخ الإلكترونية 200 نسخة. البيع بأسبقية الطلب. أعد عدد النسخ الإلكترونية 2000. عدد النسخ الإلكترونية 2000 نسخة. البيع بأسبقية الطلب. كانت هذه القراءة من مذيع فريق سما وإذاعته هاشتاج سمارت أندرسكور 40.16. طبعا فاصل هو أندرسكور. الآن ننتقل إلى الفريق الآخر ليقرأ لنا التغريدة التي تليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي شروط المسابقة؟ ما علاقة شراء مجلة جاج بالاشتراك وحضور المسابقة؟ من يشتري المجلة هل يضمن الحضور؟ في الأعلى الأسئلة الأكثر شيوعا تجدها على تويت مجلة هتاش مجلة أندرسكول جاج هتاش 100 أندرسكول 1000 أندرسكول جنيه أندرسكول مصري. كان معكم إذاعة التاش سمارت 53 أندرسكول 97. شكرا. استمعنا إلى كل من الفريقين وقرأ ما يسر الله له أن يقرأ. طبعا للاتصال بأحد الفريقين وسؤاله فيما قرأ أو التعليق أو المدح أو الإعجاب. أو المدح أو الإعجاب
أو عدم الإعجاب هذا متاح للجميع. أنا أقرأ الآن آخر تغريدة موجودة في هذا البث وأقول للإجابة على الأسئلة كل يوم جمعة سيكون بث على اليوتيوب وكذلك على التويتر وعلى التليجرام. ابحث عن، تريد أن تسمع هذا البث، ابحث عن هاشتاج اكسب اندرسكور 100 اندرسكور 1000 اندرسكور جنيه اندرسكور مصري. البث سيكون كل جمعة من الساعة 3 حتى 10 مساء بتوقيت القاهرة. يبث فيه مسابقة دوري صغار بنات وشباب جي 6 لجي 10، يعني من هم في الصف السادس ابتدائي حتى الصف الثاني أو الأول ثانوي، الأول ثانوي، الأعمار من 12 إلى 16 سنة. سيشترك 10 فرق سما وآرت، يعني 5 فرق مع سما و5 فرق مع آرت. نهيب بالجميع أن يتواصلوا معنا كل جمعة في أو عن طريق التويتر، عن طريق الكنترول في هاشتاج كسب اندرسكور 100,000 جنيه لكي نتمكن من كتابة جميع الأسئلة وتكوين برنامج المسابقة. وتقريبا في خامس جمعة في خامس جمعة
سيكون اكتمل البرنامج معرفة كيفية الاشتراك والدخول وكذا، لأنه سنرد على جميع الأسئلة. يعني نحن متوقعين يمكن حتى هو حسب المشاركات، لما تكون هناك مشاركات كثيرة سيتضح البرنامج والفرص الموجودة. طبعا هناك مفاجآت، مثل مفاجأة مسابقة The Pioneer Tournament اللي هي موجودة على جوجل، سنجعل هذه المسابقة فرصة للصغار، والكاسب هناك $100,000 اللي هي باللغة الإنجليزية، والكاسب هنا $100,000 مقدمة من شركة مكة سمارت للتدريب بمصر. أشكركم جميعا، ونتمنى لكم صحة دائمة وكذلك فوز دائم، وشكرا. أنقل الميكروفون الآن إلى زملائي لكي يعطونا أي طريقة لكي يتواصلوا معكم، ونحن نتمنى المشاركة عن طريق الفريقين لمن هم أقاربهم ومعارفهم، لأن الفريقين محتاجين إلى تكوين مجموعة هم يقوموا بمساعدتهم، فالأقربون أولى بالمعروف. وأنقل الميكروفون إلى زملائي. أهم طريقة لنشر المسابقة هيبقى عن طريق المجموعات، سواء على الواتساب أو من خلال اليوتيوب، عشان نقدر نعرف الجميع بشروط المسابقة وكيفية الاشتراك فيها ودعم المشاركين، حتى نتمكن من إجراء المسابقة بالشكل اللائق. إيش تحب تقول للناس؟ أهم شيء إن أهم شيء إن يتابعونا، لأن فيه مواضيع
مفيدة؟ تتمناها أمنيتك للناس. أمنياتي للناس أتمنى للناس الخير والسلام والمحبة. الآن ننقل الميكروفون للمذيع الآخر. تمنياتي لكم بأيام طيبة بصحة وسعادة، وإن شاء الله هنتواصل معا من خلال تويتر، من خلال اليوتيوب، من خلال مجموعات الواتساب، لكي نعلن عن مسابقتنا، وإن شاء الله نتمنى مشاركتكم معنا، وكل عام وأنتم بخير. وأنا أقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نتواصل جميعا، وأتمنى للجميع أن يحثوا مشاركة أبنائهم وبناتهم، وشكراً.